الساعة كام؟ يقول لك السعودية يوم انها انتخبت جينا لها فزعة فزعة نسكب لها دمنا وما تنشف الدمعة. الله كيف بس حي نباك حي نباك. ميشو انت راش عطر؟ راش عطر ولا ريحة؟ الشاعر تحية لأبو فارس ابن خالتي يقول الشاعر قال حبيبك وقع قلت الله لا يردك. مين هيك قلبه نفسه؟ كنا ممكن تطلع عيننا ركض ركض ومدري ايش وشقلبه. صباح الخير للمملكة العربية السعودية الحبيبة والخليج العربي والعالم العربي وهلي وميمتي وكل احبابنا واصدقائنا. تفضلوا على المنقوشه تفضلوا على المقسوم. حياكم الله عتيس معذبنا يحيى. والله كل فكري انه ماشي حافيه.
اول ما شفت موقفه هناك غريب. معقول عملتها ثانيه؟ هي مش حلوه بس اجلك اللي محليتها. انت ما استنيتي انا يبغى يقولها بس الصويس دائما يحب يدخل بس صار اجلك. ما عندنا عند المربى فرنس. انا تتيجي اعطوني اغنيه قديمه 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 اغنيه قديمه. شو بدك اغنيه قديمه؟ قديمه 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 مره. ما قال لي قلت له فريد الاطرش. شوفي خيروني ابن العم. حقك مين شوفي؟ هشام عباس. تردد تردد عشان كثير قديم. يا اخوان هو وين راح؟ ببيع بوملي. شو ببيع؟ خلص خلص ما داعي يقولوا لك بعد على اليوتيوب. شو ببيع؟ طبعا مما لا تعرفوه بأني عرفت ما هي جوائز الكوست جورج وهي تتمثل في الشوكولا، ولكن مرة شوكولا مدري إيش مارس، مرة شوكولا مربع، وأنا في بادئ الأمر كنت أفكر إنه في مفاتيح سيارات اشتراك في مجلة معينة يعني. لذا أعذرني يا جورج لو ما دخلت لعيب مسابق أنا ويحيى. نعم. ليه يا مطسة وانا افكر ترد على ايدي صار لك ساعه وعيوننا بالدمعه. شو اول اغنيه غناها عمرو دياب؟ اول اغنيه عملها عمرو دياب. شو الاغنيه اللي غناها عمرو دياب وكان معاه في الكليب او المدري ايش؟ عزة ابو عوف يعزف على البيانو. من عزة ابو عوف؟ ممثل مصري. قبل اننا علموني. لا هو قبل قبل قبل؟ ايه عنده اغنية كثير قديمة. هيدي تبع حبيبي بين العين. ايه لا 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 بلا في ولوموني ولوموني هذه ما ادري ايام اطفال تسراق ايام فرق الكرة لما كان يلبس الشرط المنزل هذا وشعوره بكشة وبيشوت الكرة وكان يمشي بسرعة بالإعادة البطيئة. بس تذكروني بالغنية ما يلوموني ما ادري بتلوموني ما يلوموني بتلوموني قلبي راح من غير هوا. عن جد شو في اغاني هيك في كثير اغاني بتضحك. لا حبيبي نور العين هذه اوه اوه سوت صدى. لا حبيبي يا نور العين حلو هذا رايق هذا مطبق مطبق. لا امبارح ما كانوا هيك اليوم بس نمت امبارح بس نمت كانوا مش مناشفين منيح. ميرسي يا دكتور ايمن. ليش اخذتي هيدي؟ أول مرة نقول ميرسي. إيه؟ هيك. ليه؟ هيك. شو هيك؟ من يشوف شو اسمه؟ السوري فيها. مسلسل سوري. هم كانوا يقلدوا. وقلت ناقص تبقى معك يعني. ها. عرفت أنت؟ آه يا زلمة حلوة. أيوه بس كبار. لا كبار كبار. دائما يمثلوا أمات أمهات. نادية المصري ايش هي؟ ايوه زي هيك خوات اثنتين. لما فات واحد لابس بدله مش شايف حيقول اس اس السلام عليكم. طب اس 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 وهذاك ايش اسمه؟ اللي ما راح تضربه. لا الثاني اللي ما راح تضربه قال له وعليكم السلام اهلا وسهلا يقول له وهذاك اللي مسوي
اخوي يبي لك شوف الركوزات عندك ما ادري ايش بس خلقك بعطيك الاوميل الاوميل هذا بالله على اليوتيوب شفتوها بقعة الظالم مكان مقلدين برنامج ايه حلو ايش يضحك ايش 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 فاخر على اخر كيف ايش بيلمع بيلمع لمع جود مورنينج في عندكم كلمتين دائما يقولهم مش الجواب شو هيا لنا ليلي هلأني شو هلأني هلأني لا ما اقول هيك هلأني اقول شيء ثاني كده هلأني ايوه انا اقول هنا ليلي شو شو هلأني يعني هلا انا يعني هلا نية شو نية زي كبنية يعني هلا يعني هلا خي 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 ما بتقول خي وش خي يعني اخوي شو يعني لا معنى ثاني خي يعني انه يعني بتكون كثير 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 تعبان وبتجي بتقعد بتقول خي انا اقول اوه ماي جاد احنا بنقول يا الله اقول اوه ماي جاد طب يا دله يا دله هذا يعني يا ويلي يعني هيك يا ويلي قول يا ويلي قول يا ويلي على راية إيناس يا دلة شباب ما بيسوى وفي سنتين زيادة مجوي أنا على بالي مشوي ذيك الأيام مجوي أنتم على بالي مشوي جاي مجوي بونجور صباح الخير يا ابا شوف شو كيف هو دائما هيك يحكوا في الاردن يحيى اول ما يصحى من النوم يقول بونجور بونجور انا اول ما اصحى من اليوم الواحد عيونه مدبك راس عادي ابطل الغزور اول دوام لما كنت اروح اول مره داوم هل عندي اخذ طيور؟ او حق ها؟